السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي متابعي قناة المبرمج للمعلومات في درس جديد من دروس القناة. الدرس الذي سنتطرق له اليوم يهم أصحاب أجهزة الاستقبال. دائما إخواني أخواتي ما نبحث عن تحديثات لجهازنا الاستقبال في محركة البحث أو اليوتيوب أو في بعض المواقع المختصة في البحث، لكن في بعض الأحيان لا نجد ما نبحث عنها، لا نجد الفلاش المناسب لأجهزتنا الاستقبال. اليوم جئت لكم بموقع رائع سيغنيكم عن البحث أخواتي. قبل أن نتطرق لشرح هذا الموقع إخواني أخواتي، أدعوكم إلى زيارة قناتنا على اليوتيوب والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد القناة، وزيارة صفحتنا على الفيسبوك وعمل لايك لتوصلكم بجديدنا إخواني أخواتي. رابط الموقع تجدون أسفل الفيديو إخواني أخواتي. بعد زيارة الرابط تأتيكم مواجهة بهذا الشكل بعد دخولكم إلى الموقع. هذه واجهة الموقع، يعني واجهة سهلة جدا إخواني أخواتي. تجدون مجموعة من الأجهزة، فمجرد نزولكم من الأسفل إخواني أخواتي ستختارون الجهاز الخاص بكم أو ستجدون الحروف الأبجدية كما ترون الآن، واختيار الحرف المناسب والضغط عليه. الآن نختار مثلا نختار جهاز الإيكولينك بالضغط عليه هنا. نستطيع بعد الشيء ننزل إلى الأسفل إخواني قليلا. كما ترون يعني جميع أنواع أو الموديل الخاصة بهذا الجهاز تجدونها إخواني أخواتي. مثلا سنختار جهاز الإيكونيك في 9 بليس، كما ترون نقوم بالضغط على الجهاز. ننزل إلى الأسفل قليلا إخواني أخواتي. دائما الموقع ستجدون آخر ثلاث تحديثات قام بها هذا الجهاز، يعني بتاريخ آخر تحديث هو شهر 10 2017. يعني كما ترون هذا تحديث بتاريخ شهر 2 2017، وهذا شهر 2 2017 24، يعني آخر فلاش هو هذا الذي أمامكم إخواني أخواتي. فمن أجل تحميل هذا الفلاش نقوم بالضغط هنا على الداونلود. ثم تأتيكم واجهة بهذا الشكل، نضغط هنا على ستارت داونلود. ننتظر إخواني أخواتي 20 ثانية من أجل تحميل إخواني أخواتي وتجهيز الرابط خاص بالتحميل. كما ترون إخواني أخواتي قبل أن بتقت معنا أيقونة التحميل، كما ترون حجم الملف هو 8، يعني سهل جدا إخواني أخواتي. فمجرد دخولكم إلى المكان المخصص للتحميل والضغط على التحميل سيتحمل معك مباشرة بدون أي مشاكل إخواني أخواتي. موقع رائع إخواني أخواتي، ستجدون فيه أغلب التحديثات لأجهزتكم الاستقبال. إلى هنا نكون قد انهينا شرحنا لهذه الحلقة إخواني أخواتي. قبل أن أودعكم أدعوكم مرة أخرى إلى الاشتراك في قناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد القناة، وزوروا صفحتنا على الفيسبوك بعمل لايك والاطلاع على آخر منشوراتنا على الصفحة. وإلى درس جديد من دروس القناة إخواني.